طيب النقطة التانية كمان اللي عايز أتكلم عليها أنتوني موديست. كلام كتير قوي يا جماعة في السوشيال ميديا وفي المواقع على لاعب لسه منضم للنادي الأهلي. أنا في أندية منافسة دون ذكر الأسماء يعني. أنا بحبش أتكلم كتير على أندية منافسة أو على شغل ناس تانية. ولكن في لعيبة عدى دوري كامل. ما نزلتش الملعب. ولو نزلت الملعب لعبت دقايق ربع ساعة نص ساعة شوط ومحدش اتكلم عليها لكن في لاعب في النادي الاهلي لسه منضم الشهر اللي فات ما كملش ماتشين ثلاثة والكلام يوميا جاهز لا مش جاهز مش هيفيد الاهلي ده كولر عايز يمشيه كولر اللي اختاره هو اللي عايز يمشيه تخيلوا وصل بينا الحال الى مرحلة ان احنا كمان ما بنشغلش دماغنا احنا لما بنخاطب المشاهد او لما بنخاطب القارئ لما بنكتب خبر لازم وانت بتكتب لازم تحترم عقلية المشاهد او عقلية القارئ مش منطقي ابدا انك تتكلم على لعيب لسه جاي بقاله ماتشين ثلاثة انه هيقعد ولا هيمشي مش منطقي اطلاقا الحاجة التانية كمان مش منطقي اطلاقا تتكلم على لعيبة ممكن تيجي واحنا لسه في شهر 10 طب اقول لكم على مفاجأة قبل ما اروح للتدريب واشوف استعدادات الاهلي للتدريب مفيش اي اجتماعات حاليا للجنه التخطيط مع مارسيل كولر ولا للكابتن محمود الخطيب مع مارسيل كولر ليه؟ لان الاهلي مقبل على بطوله خلاص هتبدا بعد 72 ساعه ماتش الجمعه اللي جايه وكل 72 ساعه مباراه فمبدئيا كده لا في اجتماعات لجنه التخطيط ولا في اجتماعات مع كولر لحين الانتهاء من مسابقه الدوري الافريقي اصبروا شويه نخلص ان شاء الله الدوري الافريقي باذن الله يا رب 11 نوفمبر وابداوا واستعدوا وجهزوا الانتقالات يناير والصفقات والراحلين واعملوا اللي انتوا عايزينه بس سيبوا الفرقه شويه تركز الاسبوعين ثلاثه الجايين عشان عندنا بطوله مهمه جدا اولا الكابتن محمود الخطيب في رحله علاجيه نتمنى له يا رب السلامه باذن الله الفتره اللي جايه فمش موجود في القاهره مارسيل كولر تركيزه كله على الدوري الافريقي لجنه التخطيط مفيش اجتماعات عشان الفريق مركز في بطوله مهمه جدا منين بقى فكره تجديد عقود لعيبه لاعبين راحلين صفقات جديدة كلام مش منطقي فأنا بتكلم على موديست وبتكلم على تفاصيل متعلقة بملفات محدش أصلا بيناقشها دلوقتي ولكن بتتناقش بس على السوشيال ميديا وعلى المواقع عموما دي كانت نقطة مهمة جدا لازم نكلم جمهورنا ونعرفه اللي بيحصل عشان أنا عارف الكلام كتير مش عايز أقول الهري كتير بلغة السوشيال ميديا ولكن الكلام كتير قوي على السوشيال ميديا طيب